وتخوي هذه كامله ديري شي دي ساعه ما يمكنش يحتاجوا راهي بنهار العيد ثلاثه هزيشم هزيشم ما تديش باخذ باك ديال 6 ما غتسريش الحولي 100% محرشه ابتسامه خوت مالك السلام عليكم زازلوس اوفردوس ومرحبا بكم في قناة العزاوي فاميلي فيديو جديد او فلوغ جديد بما انه غدا ان شاء الله هو نهار العيد فالمهمة ديالي اليوم هي انني نتقدى لحولي والمشكلة اليوم هو الاخر يا ربي نلقى شي حاجة اللي غتعجب العائلة وتعجب ابتسام ويونس زائد ان العائلة كلفوني قال لك انا باش نتقدى كاع الحاجيات اللي غيحتاجوا نهار العيد شنو هما هاد الحاجيات انا براسي ما عارفش غنمشي للسوبر ماركت انا وهشام ونبداو غير نتقداو ونشوفو في الاخير واش داكشي اللي جبنا غيعجبهم واش الحولي اللي غنتقداو حتى هو غيعجبهم ليتس جو نبداو هذا فلوق وفي نفس الوقت تحدي يلا اي 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 مشينا خوتي نتيرو زعما الفلوس اللي غيخصونا باش نتقداو وكذا ولكن عطاونا 200 درهم جديده هربان الشكل ديال اخي ديالي ترى ما يمكنش المهم راه جبنا هاد الفلوس كاملين لحقاش انا خصني نشري الحولي ليا وخصني نشري حتى الوالده حتى هي نفرحوها زائد الحاجيات الله اعلم شحال نشريوهم كما كتشوفوا عاوتاني جينا للسوق ومعايا هشام ومعايا زكريا شوف 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 بلاتي بلاتي ما تضربوش الشوهنا قدام الناس والكسابه دابا بصح غتقلبوا معايا على شي حولي يكون مقدر مزيان ما غنديرش لكم مقلب بحال بحال لا لا ما غنديرش لكم مقلب دابا قلبوا معايا على حولي يكون مليح صافي فهمت ماشي مليح عاوتاني بزاف مليح شويه الملح جوج المليون لا 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 ايه السيد اللي معنا هو بابا ابتسام حيت هو حرايفي غيقلب مزيان اخوتي داك الخروف ولا الخروفه اللي غنشريو داكشي اللي جا معنا ولكن خلى السوق لهذا الشيء وغادي يجي القهاوي قال لك باغي خصي بحالو بحال بنته والحاج ولا نجيبو الخروف هي الاولى ها نجيبو الخروف هي الاولى تاكل هي الاولى باش نسرح سالاو راه جمعوا لنا صافي راه اليوم الاخر سالاو زيد وعلاش جمعتو انتوما وزيد هو يلا نجيبو الخروف بحالك بحال بنتك ولدك ما يلاه بدينا كنقلبوا اول واحد طاحت عينينا عليه هو هذا الخير هذا ولكن تبارك الله راه طالب فيها اخوتي 84000 ريال دابا راه كتفاهموا معايا الا طحنا في شي ثمن مناسب غديوه هشام شبان لك انا صراحه عجبني علاش بارك الله حيت باسل ضروري فراسكم راه باش يخرجوا من عند الخرفان لهاد البلاصه مضربوه ويا ها انتم شوف باسل ديال بصح وصحيح تبارك الله هو صافي لا تفاهمنا غنديو هذا غالبا هذيك العزاوي المهم اخوتي بما ان الحواله غاليين غنبيع لاباني باش نشري الحولي نديروا واحد الاستراحه اخوتي نضربوا شويه ديال الايس كريم ونبردوا على راسنا ورا العافيه شعله فوق راسنا وتحت راسنا الحواله غاليين يعني على لافاني شوف ابار كاع الايس كريم اللي كيتباع في العالم كامل هذا كيبقى احسن ايس كريم في العالم من الاخر هو هذا اخوتي ديال هاد الكراريصه هادي ما كاينش بحال شباب بصحوا راها خذوا الايس كريم على حسابي صافي خذوا اللي بغيتو زيدهم واحد واحد خذ ديال جوج دراهم صافي تهلاه في راسك هاك بسم الله هاك زيد هاك ما ربنا نديو معكم الاجر في الايس كريم باش نلقاو حولي شبان لكم في الاثمنه غاليين غاليين انتم ما شارين والو ما شارين والو والديكم اللي شارين غيتعاملوا الرازو على باكس بصحتكم بركه واشركم وقراو مزيانه هكاك يا 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 شكون انضم الينا عاوتاني مكه لا شتي للسوق جينا نقلبرو نمشي ما غتشريش الحولي القضيه غاليه بزاف والعافيه ان شاء الله غنلقاو داكشي اللي جينا على قبله وغنتقداو كاملين ونفرحوا الوليدات الدار عاوتاني وضرب دابا بولو برد على راسك باك حتى هو غياخد بولو واش باك قداش شي شحال من واحد واخر وعمر حنا راه جبناك باش شرينا الحولي ماشي باش تاكل بولو الله يهديك يوسف حتى هو يا خوتي ناري ما يمكنش اخر عاوتاني اللهم بارك وزيد في ذلك شوفوا تبارك الله الحولي قداش هذا سردي ياك الحاج هذا سردي تبارك الله وقالت لك راه سنان الحليب واخا تشوفوا قد هكا اللهم بارك انما تبارك الله طالبه فيه شحال هشام 102 يعني 5000 درهم زائد 100 درهم 100 درهم 100 درهم و2 درهم تلف الحساب شفنا 5000 درهم تلفتي على الحساب ولكن تبارك الله السيده عندها حوال اللهم بارك وما كرهتش ندي هذا الا تفاهمت معنا في الثمن واه شوف فينا عطينا وقت مزكش انا كيقولنا سير سير بحالكم سير بحالكم شوف تبارك الله شوف شوف تبارك الله شوف تبارك الله نبشوي عليه
عيب شويه عليه بشويه. لا عيب شويه عيب شويه. تبارك الله بشويه على الحولي ديالنا. ما تخافش كون هاني. راه الا كتب لينا نديو. تبارك الله. الحاج كيدير الخدمه ديالو لحقاش هاد السيده عندها ثلاثه ديال الخرفان وكما كتشوفوا راه تقريبا متقاربين ما بيناتهمش فرق كبير ودايره لهم نفس الثمن. دابا حنا محتارين. هشام نديروا ابا جدي. فكره واعره. نديروا ابا جدي الحواله. شوفوا راه تبارك الله ثلاثه هم سردي وثلاثه هم متقاربين. صافي شي من واحد نديو الله يعلم. غندير ابا جدي. لا لا ماشي ابا جدي. اش غدير؟ دور قول لي هذا لا انت كما كتشوفوا اللهم بارك من بعد ما درنا في السوق من الصباح حتى لدابا اخيرا اخوتي كتاب لينا هذا الخير هذا. اش بان لك يا هشام؟ تبارك الله هذه احسن حاجه شفت من فرحان انت من اول مره جيت فرحان حيت ما نخلصوش غير غتاكلوا ما حط فيه درهم. تبارك الله بلحم خوتي هذا راه خديناه باكثر من 5000 درهم ولكن تبارك الله يستاهل اللهم بارك. انا كنقول بالله غيفرح ابتسام وغيفرح يونس ديال بصح حيت هما اصلا شنو كانوا كيتسناو خروفه ودابا ندخلوا عليهم ان شاء الله بهذه البركه هذه. اللهم يستر اخوتي والله يتقبل منا ومنكم الاضحيه ان شاء الله. يلا سير هز هشام هز هشام ما تديش تهز صافي سير دخل في رحمه الله صافي شوف كيما بغا. الله يسخر اخوتي الناس كاملين وصافي زين هز معاك هشام هذا. المهم هذا ما نديروش في الطوموبيل نديروه في تريبورتر غير رسمي اللهم بارك ثلاثه ديال الناس يلا قدو حطوه في تريبورتر لا لا ما تزيد فيها هشام دي جمل هشام اخوتي بعض المرات كيتحمس ولكن راه فرحان اخوتي اللهم بارك غديرو دابا الشبكه صافي صيدتيه صحه والراحه تصيد اخوتي الخير. دابا اخوتي تقدروا تقولوا والله اعلم علاش اسيدي انت واخد حولي والوالده ديالك غتاخذ ليها خروفه. انا نقول لكم علاش اصلا الوالده ديالي واختي راه معايا في الدار عايشين معايا في الدار هما اللي مقابلين وليداتي يعني اصلا الا خديت حولي راه بحال خديتو لينا كاملين وعلاش غادي نزيد ناخذ خروفه لحقاش اختي الهام قالت لك والو بغيت خروفه وهي كتوحم هي كتوحم قالت لك انا بغيت خروفه بغيت هذا العام ناكل خروفه ونقولوا لها لا داكشي علاش غناخذوا جوج ما كتشوفوا ها هي الخروفه العام سيدي اللي خدينا اللهم بارك هيا تهلا فيها عندك تضربها ولا شي حاجه يلا سير اللهم يسر الله يجازيكم سير يا هشام الله يعاون يلا سير نفرحوهم سير اخوتي اللي حاسم وصل شوف سبقونا واخا هما عندهم موطور الاصدقاء انا كنتسناو غير نوصل للدار ونشوف كيفاش غتكون رده الفعل ديال يونس ملي غيشوف هذا الخروف اللهم بارك قد سيروا سيروا وسيروا ما لقدش انا ندخل طوموبيل دوك الزناقي هما اخيرا وصلنا مايمكنش تبارك الله كل ماشي هذا السيد الله يجازيه والله يكبر به اللي كيعرف بحالاش يهز الحولي حيت ما قدرناش نطلعوا حيت ضروري خصك واحد الطريقه معينه باش تطلعوا مع الدروس ولكن اخويا تبارك الله شو حوايجك ولا شو اي بغيت تاكل اللحم غير هكا باغي تضحي غير هكا كنت كنعرف شويه بوعزوز هانيه هانيه كي جاك هذا الخير مبروك مشاهد زوين انتوما بوعزوز ملي عجبو صافي هذيك هي الدنيا وما فيها اللهم بارك اخوتي واجد باش تشوف الخروف ديالنا واجد مستعد البارح شنو درت ليك مقلب ودابا راه ماشي مقلب راه هو الخروف الداخل في البراكه يلا افتح دوك جوج بيبان وشوف ليا نعم سيدي الخروف كي داير يلا سير دخل دخل شوف اش بان لك يا يونس مالك كرونو دايري اي كرونو دايري وكيفاش بزاف ها هو الخروف يا يونس يلا دخل عنده دخل عنده دخل هاي. عنده ما تخافش يونس اخوتي حيت شافو كبير خاف منه هادو ديال العائله وهذا هو ديالنا كيف ما كتشوف تبارك الله مشحم مشحم باغي الشحمه باغي اللحم المهم ولا اضحيه يونس ماشي مهم يكون الحولي كبير فهمتيني دابا تخيل ما كانوش عندنا الفلوس وشرينا غير واحد صغير شنو غتكون رده الفعل ديالك مش مشكل نعيدو به ها انت برافو الا عندك شري على قدك ما عندكش راه ماشي مشكل شوف اخوتي اللهم بارك يونس كنتحداك تقرب ليه كنتحداك يلا سير يونس غنتحدى يقرب يلا قيس شوف واش مشحم قيس شوف واش مشحم مشحم الكرون سير قيس الكرون يلا كنتحداك يونس اخوتي خايف من الحولي زيد المهم عجبك صافي فرحتي يلا بالصحة والراحة سلامة ابتسام الله يسلمك المهم كانت في الصالون كتهلا في الحالة والآلة عيب حيت غدا العيد انت زوينة بلا ما تمشي الصالون عارفة اللي كاين ودابا عرفتي اش غديري غتدخلي باش تشوفي الحولي ديالنا ويليك باش المقلب عاود ثاني لا عيقنا ما بقاش الوقت للمقاليب غدا العيد يلا دخلي تشوفي دخلي تشوفي بسم الله يلا سيرة لالا ابتسام سيرة لالا ابتسام تبارك الله هو اللي بان ليا ما كانش واش هذا؟ اي ها طويل طويل بحال مولاه واو 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 الكرون انا اسردي لا 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 مليح واعر 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 مليح الصحة والراحة حبيبي زوين تبارك الله تستاهلوا كل خير تستاهلوا كل خير تبارك
بارك الله. شفتي ابتسام كتقلب زعما راه كتعرف زعما راه كنفهم. يلا 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 كنتحداك تجري. يلا جري يلا ابتسام يلا فيني لي جري. برافو. شو ما قدرتش. اه مربوط مربوط ولا راه الرباط هي ما قدرتش نحركو. ربطناه لحقاش غيقد ينطح هادو وهما جايين عنده. تبارك الله تبارك الله. المهم بان لك من هنا انه واعر. لا لا تبارك الله شوف كي داير ورا فراسك. باك اللي كان معايا فاش عزلته كما العاده. الا ما كانش هو هذاك بينك مع باك. السيد عند من خديته كيتفرج فينا وكيعرفنا وقال لي سير على حسابي وعلى ضمانتي. ها انتم كتشوفوا فيه. عطي شي ثمن ابتسام شحال كتوقعي باش خديته مع هاد الغلا وهاد الشيء. نقولوا ديك زيد 160 160. لا ابتسام لا الاثمنه واخا هكاك هنا في الجنوب طايحه على الشمال طايحه على الداخل زعما. هذا اللي كتشوفي خديته غير ب 5200 درهم. 104000. اي مزيان بصحه ثمن مناسب صافي. او يونس دابا غيدير طلونسيه اسطوريه. يلا سير تلاحى يونس. سير 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 سير. واحد جوج ثلاثه. خويتي لابسين كامله صاحبي. ويلي 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 بربلتي عزايا. المهم اخوتي يونس بربل هنايا في المسبح الحواله راهما بلاصتهم ودابا غيخصني نمشي لعام سيدي. فينا ابتسام؟ غاتمشي للسوبر تجيب لينا التقضيه. فين داك الشيء غادي تجيبوا لنا ناقص؟ ابتسام انا غنمشي وما عرفتش انتوما شنو بغيتوا وانتوما وزهركم. المهم جيب لنا شي تقضيه زوينه وداك الشيء وهذاك وتهلا. واخا دابا نتهلا دابا تشوفوا. دابا جينا للسوبر ماركت باش نبداو نتقداو داك الشيء اللي غيحتاجوا غدا اللي هو نهار العيد ان شاء الله. وغنبداو نتقداو من ريوسنا ما عارفينش حنا شنو باغيين هما. مهم اول حاجه ضروري خصها تكون في الفطور وبعض المرات كنحطوا العصير حتى في الغداء. اذا غنديو العصير ياك هشام. اييه. ولكن واش نديو الليموني ولا الخضر؟ بجوجهم. كيفاش بجوجهم؟ بجوج الحمق طحاب لك ادي غير واحد. صراحه انا خوتي مقدين العائله كامله اذا غندي جوج وكل وحده شحال فيها؟ ستات الباكيات. انت فرحان حيت عاوتاني ما مخلص والو. طبيعه الحال. بسم الله. ها هو العصير هو الاول. عمر 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 اسيدي عمر. طبيعه الحال ضروري المشروبات الغازيه غادي نديو هذا الباك. صافي هشام راه غير واحد. ثلاثه اللي غادي نديو. ثلاثه ديالاش؟ ثلاثه يلاه نجيبو التعادل. ثلاثه ديال هاد واش انت مسطي؟ اي اربعه ثمانيه على اربعه اخرين هي 12. 12 القرعه ديال المناظره. اي يا سيدي. وحنا فايتين 20 واحد في العائله ولكن الصاط راه كل واحد يشرب غير كاس. بركه هذه فيها ميريندا وسيفن اب وبيبسي. بركه سي هشام. زيد هذيك يلاه سير ماشي مشكل. راه الا ديتها فيها خوتي غيعمر هاد السله وهو ما مخلص. والو. وفرحان باغي غير تشحط. هذا فيه ميريندا ديال التفاح. وصافي راه خدينا جوج اصاحبي. لا لا بغيت انا هذا فيه ديال التفاح. باز اخويا هو شوف دير بلان. حيد هاد الثلاثه هادو وهز هادي ديال التفاح بوحدها. لا غدي حتى هو ناري اخوتي هادو راه معولين يكريسيوني وهذا الشيء كاع ما عارفين حنا واش غيبغيو هما اللي الدار ولا لا. وغايبغيو مو باغيين حنا غنردوه باغيينو حنا. ضروري هما واحد الثنائي ما كيتفارقوش العصير والحليب. صافي حتى هو غناخد منه جوج ياك زكريا. لا 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 اشنو عاوتاني باخذ باك ديال سته. باك ديال سته. إيه. حافظوا عرفوا فين كاين. حافظوا عرفوا فين كاين. خويا ها هو غنهزو باك ديال سته ها الاول وها الثاني. واو اختي جوج. ولا ما تهلينا في العائله فمن غنتهلاو؟ فين في العائله؟ حنا العائله شكون غنفرحوا؟ نديو لهم جوج باكات اخوتي ديال الحليب. عرفتي علاش؟ علاش؟ حيت هذا الحليب هذا اللي كتشوف قدامك كيشربوا ياني. بوحدو كيشرب تبارك الله جوج في النهار. فهمتك فهمتك. هشام اشنو؟ اشنو انت اللي باغي تهز البيض؟ راه البيض مهم الصاد. وقول لي فاش غيحتاجوا هذا البيض نهار العيد؟ اللحم والبرقوق اش كيكون معاهم؟ كيكون معاهم البيض. ايوا صافي جبتي مازال. ولكن بلاتي شنو؟ راه غير بلاطو واحد كافي ما لهم غير 10 طواجن لاش على الجوج. ناري جوج بلاطوات ديال البيض هشام. جوج باغي تهز الثالثة هو يا صاحبي. لا المهمة ديالك أنت هي تسيزيني واقيلا محرشاك ابتسام. لا لا شوف 100% محرشاه ابتسام أخوتي. أختي رد رد غنديو غير واحد. واحد غير ديالي بوحدي. غنديو غير واحد الله حتى محرشاك ابتسام. لا 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 زيد أصاحبي. راك شتي قالت لي تهلا وخافت لما نتهلاش بغيت تحرش خوها. زيد هو زيد غير واحد. يلا زيد واحد أخر صافي. بارك رد لاخر. هذا ديالي ديالك غتخلصوا أنت وأنت رد البيض. المهم الأصدقاء قال لي راسي بلا غيبغيو حتى الفرماج بطبيعة الحال حيت كنفطر كنضربو بيه وكنضربو بيه الكوتين. عام سيدي غناخدو هاد الباكيه هادي ديال 64 ما تقولش لي ناخدو منها جوج. لا 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 64 كافيه. واش باغي نديرو تما؟ كيفاش هذا واعر؟ واش هما غيحتاجوا راي بين نهار العيد؟ لا 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 هذا بغيتو نتوما واقيلا. وليلي وليهم. شوف هذا هز باكيه جوج باكيات وانت واش تحمق واش باغي تكريسيوني؟ وهز الابيض. لا لا شوف 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 ما يمكنش يحتاجوا راي بين نهار العيد.
لا راه كيذبحوا به. غندير المزيان معاكم وغادي ناخذوا باكيه وحده نعطيوها للدراري الصغار. وحنا جوج باكيات يلا. وحده الكبار وحده الصغار. لا جوج. غتاخذوا وحده في هذا اللون وحتى وحده في هذا اللون جوج بحال بحال. صافي صافي. جيب معايا جوج براش. وغادي ناخذوا دابا واحد الحاجه مهمه اللي كما كتشوفوا ما يمكنش ما يحتاجوهاش نهار العيد. اش قلتي يا هشام؟ صراحه. البيض على قبل الطاجين ديال اللحم. والبرقوق. ها هو البرقوق. نعم اسيدي اللحم راه دينا قبيله من السوق. عمر ليا عمر ليا البرقوق اخوتي زايا. صافي هادشي بركه ولا نزيد؟ لا لا زيد اصاحبي زيد. ايه راه دابا غنبقاو ناكلوا اللحم اخوتي هاد 15 يوم كامله مورا العيد. الحلاوه فين كاينه؟ والحلاوه كاينه هنا. والحلاوه فين كاينه؟ والحلاوه كاينه هنا. المهم اخوتي خدينا البرقوق ودابا غناخذوا الزبيب. ضروري الزبيب خاصو يكون اخوتي حيت حاضر اللحم خاصو يحضر الزبيب. بلاتي بلاتي اشنو؟ وين الزبيب غناخذو؟ على كاين انواع. كاين هذا. اييه زيد. وكاين هذا. وكاين عاوتاني هذا الاحمر. وكاين هذا الاحمر. شوف 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 خذ هذا الكحل حيت كيشبه البرقوق. هيكون عنده علاقه باللحم. فكره واعره هذه عمرها. هشام بشويه عليك راه 100 غرام دايره 10 دراهم. شوف شوف شحال دي الزبيب. الله اكبر. ماشي مشكل ماشي مشكل. هاني هاني ودي هذه كامله. شوف هاك هز هذه كامله ديها. صافي بلاه. هادو والله حتى محرشينهم. واحد شوف فين كيشارجي الزبيب وهذا شنو كيشارجي. سفه 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 سفه. دايره بحال شي سيما. المهم هو نديو ليه هم داكشي ويقول لك هذه هي التقديه اللي بغينا. هذاكشي اللي واخا راه شك بالله راه محرشينكم نتوما الجوج. لا لا بالعمى بالعمى. شارجي شارجي هذا غتكون محرشاها اخوتي الوالده ديالي 100%. ياك عقتي ويشا محرشاها اختو حيت عارفيني انا ما غنجيبش التقديه اللي باغي. المهم دي الصفه شارجي. او بركه واه شحال ديال. لا واه لا واه اسكت. وراه هي غير شويه كتكثر كتبان كثيره. وراه هي خفيفه بركه والله. لا ديتي هادشي بركه بركه. شحال ديت شحال ديت كضحك. المهم الخوت انا قلت غالبا غيحتاجوا الزيت. أيه. حيت غيكثر الطياب فهمتيني. أيه. وبلاصه ما ناخذ اخوتي ايطرو ولا جوج ايطرو غناخذ 5 ايطرو. 5 ايطرو كامله. كنضحك على راسي. واش غيقليو الحولي؟ لا شوف فاش غنكون غادي معايا لاكادير. غدي معاك؟ غندي معايا داكشي اللي بقى. اه صافي صافي. كنضحك اخوتي. المهم كتاخذ هذا وكيعطيوك معاه شنو؟ سنيده فابور. فرحان. هي اش قصدي؟ فرحان حيت غنقتصد. المهم غالبا غيحتاجوا حتى سنيده. وانا ديتها مع الزيت. ناض كتفكر. علاش كنضحك؟ طريق صرحوا واحد الحاجه قال لك بلا غيحتاجوا حتى اللوز. ها انا شوفوا لي اللوز اخوتي كي داير. اش بديروا اش بديروا بتخويو هذه كامله. ديري شي شحال الدو ديال اللوز. اللوز غالي. خويو القرقع حتى هو غيحتاجوه. خويو كاع اللوز اللي كان فيه هذه. لا لا القرقع لا والله حتى تخلصوه نتوما ونهرب انا. المهم الاصدقاء انا كيبان لي هادشي اللي خدينا كافي اخوتي وغيحتاجوه غالبا. ولا كانوا غيحتاجوا شي حاجه اخرى ما عليا الا نعطيهم فلوس هما يمشيو يجيبوها. غنزيد غير هاد اوني هذا هنايا. اش كديروا نتوما؟ هذاك اوني صافي. اش داكشي هزين نتوما؟ قاد مزيان قاد مزيان. ايا وين؟ واش كتقداو لديوركم ولا شنو؟ لا لا غير باينه وليتو كتقداو لديوركم. شحال ديال المنظفات هزين. حتى والله ما يمكن الله يترجع داكشي واخا ندير لكم الشو انا في مرجان. ولا واه دير الشو هادشي والله هادشي تترجعوه. وهادي اخر مره غنجي نتقدا معاكم شي حاجه حيت نتوما كتجيو محرشين. مرة إلا كنتو مزوجين ما عنديش مشكل ناخد لكم هادشي ديو لعيالاتكم. دابا نتزوجوا اجي المرأة اجي المرأة. دينا هاد الخير كامل ياك شتو كلشي هادشي تقديناه وحتى ملي كوش ها وزدناه للسيانيس وفي الأخر يقول لك مازال خاصهم شحال حاجة. عطينا الفلوس باش نمشيو نتقداو. ها نتوما شوفوا معايا أصدقائي الله بدات كدوز تقريبا نص وراه ما شحال وصلنا. ها 679 درهم وشرينت الحولي وتقدى في العشيه. التقديه طلعت اكثر من الحولي. شوف 765. ها خوتي ابتسام راه من قبيله وهي كتفيريفي وتعاود تفيريفي. ولكن اشنو يا هي هذيك ويلي ويلي صراحه قلتي لي بلا خاص شي حوايج خلابي ما كاين ماشي مشكل. صافي خلصوهم نتوما عادي ماشي مشكل. المهم داكشي المهم جبتوه. وراه خلصت هنايا اكثر من 800 درهم ديال التقديه. هذيك الساعه كون كملتي 1000 درهم ولا 2000 درهم. وراه حتى من ليكوش ديال ولدك جبته. واشي احسن حل درتي هي ليكوش داكشي عرفتيه بعدا ملي راه خاص. ما تخافيش عليا ناضي كاع الانواع ديالها. المهم تهلايت فيكم ديال الصحه واشتي. لا لا ناضي غدا ان شاء الله شنو غنشاركوا معاه نهار العيد. انتم ولكن شوف غدا راه ما نحطوش فيديو فهمتي. غدا عيشوا الاجواء مع العائله ديالكم. داكشي اللي كاين. الفيديو ديال فلوق العيد غيتحط نهار ثاني ثاني عيد. يلا تهلاو اخوتي كنتمنى يكون عجبكم الفيديو. ما تنساوش لايك اشتركوا في القناه تفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. دايما.